السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. معانا مكون من المطبخ هيحل مشاكل المنطقة الحساسة كلها، من اسوداد، بكتيريا، التهابات، رائحة كريهة، وكمان منع نمو الشعر مرة تانية ان شاء الله، هيقتل البصيلة بإذن الله. ناخد المكون ده على ان هو نظافة او عناية شخصية. ما نستناش النتائج، لان انت فعلا هتلاقي النتائج، بس ما تنتظريش، اعمليها عشان ما تزهقيش وتملي ان هو عنايه شخصيه. ويا ريت نلتزم بس اهم شيء بالتعليمات اللي قلنا عليها قبل كده، وما تنسوش ان انتوا الرائحه الكريهه بتيجي من عدم التنشيف، وكمان من عدم تغيير البنطلونات كل يوم، على الاقل مرتين في اليوم. تغيير البنطلونات اللي هي الاندرات لازم تتغير مرتين في اليوم، وتكون قطنيه مش فيها بوليستر ولا فيها اي نوع تاني من القماش. وكمان التنشيف بعد كل حمام، ده كله بيمنع التهابات او الرائحه الكريهه اللي في المنطقه دي. حط لايك واحنا بنسمع الفيديو كده عشان نشوف احنا معانا ايه. رجعنا تاني يا حبايب قلبي، معانا الخل الابيض، بس ليه طريقه النهارده مختلفه عن كل مره ان شاء الله. الخل الابيض دوت يعني ساحر، لو في التهابات في بكتيريا زي ما احنا اتفقنا بيقضي عليها ان شاء الله، وكمان لما يمنع الالتهابات والبكتيريا ما بيسببش اي رائحه كريهه بعدها، فبالتالي هتحصلوا على ريحه نظيفه وكمان بياض ونعومه ما فيش بعد كده ان شاء الله. الخل نركز كده يا حبايبي، بص المقدار اللي انا هاخده مثلا بالويم كده، هقول مثلا 3 معالق من الخل. بسم الله، 1 2 3. خل الابيض، انا مش عايزه خل التفاح، انا عايزه الخل الابيض. نجيب كوبايه من الميه، الله اكبر. ورجعت تاني يا حبايب قلبي عشان الاذان كان بيأذن، بس انا خدت 3 معالق من الخل الابيض، هاخد زيهم 3 معالق من الميه، 1 2 3. اخدت 4، احط 4 ميه، 4 معالق ميه. خدت 5، نفس النظام، نفس المقدار ده، نفس المقدار ده، تمام كده. نركز بقى عشان المكون ده مش عندي النهارده، هنعوز الملح الخشن اللي هو ملح البحر الميت. انا ليه بستخدم الملح ده؟ لان الملح ده بيناسب جميع انواع البشره، وما بيسببش اي حساسيه ولا بيسبب التهابات في اي مكان في الجسم. البحر الخشن، بحر البحر الميت، في اي مكان عند العطار. هناخد منه ربع معلقه بعد طحنه، ونحطه على المكون ده وندوب كويس جدا. نبدا نحطه في بخاخ ونبدا نستعمل في المنطقه الحساسه. بما اننا طبعا في العيد وازاله الشعر طبعا الحمد لله تمت والدنيا هتبقى نظيفه كويس، نبدا نستعمل بقى، نحط في البخاخه ونبدا كل ساعتين نرش المنطقه الحساسه بقطنه. عايزه بقى تاخدي بقطنه وتمسحي المكان اللي هي المنطقه الحساسه مفيش مشكله، عايزه ترشي كده وتبللي في ايدك برده مفيش مشكله، المهم ان احنا كل ساعتين نرش المكان ده. الملح اللي انا حطيته اللي هو الملح الخشن سوري، مش هيسبب اي حساسيه ولا هرش ولا التهابات ولا اي حاجه، رائع جدا. كل ده بيتعمل من الخارج سواء للبنت او للمتزوجه، عادي خالص. كل ده هنعمله خارج المنطقه، كل ساعتين نرش وان شاء الله هتلاقوا نتائج حلوه. طب انا عندي شويه مشاكل، ثواني بس اظبط الكاميرا. انا عندي شويه مشاكل في بشرتي مثلا يا وعد، عندي كلف، بقع، تصبغات، خطوط تعبيريه، الكلام ده كله ماشي. المكون اللي احنا اتفقنا عليه، وبرده الشعر هيقل جدا في المنطقه ديت اللي هي منطقه الشعر، سوري البشره، وتحت الابط برضو. هاخد ربع معلقه من الكمون الناعم اللي هو السنود، وفي ناس بتقول عليه شبس، تمام كده. الكمون الناعم ادومهم كويس كده مع المكونات بتاعتي دي. سامحوني لو لقيتوا اي صوت قلق، لان انا فعلا الجو عندي مش مظبوط. حطيتهم كده زي ما انتم شايفين، وابدا برضو احطهم في بخاخه. البشره نظيفه صافيه من اي ميك اب او اي كريمات او اي حاجه، مغسوله بالغسول، مفتوح مسامها، بعمل لها مقشر بقى زي ما احنا اتفقنا عارفين المقشر. لاجل الاطمئنان برضو يا بنات، اي حد هيعمل الوصفه يعمل تيست بسيط تحت الخد، ولو ان انتوا مش هتحسوا بحاجه ان شاء الله، لان الملح اللي انا حطاه في المكون بتاعي هيقل من اي التهابات ان شاء الله. تمام، بنحطه قبل النوم، وعايزه تنامي بيه وتصحي الصبح تغسلي بشرتك مفيش مشكله، عايزه تسيبيه ساعتين وبتحبي تغسلي بشرتك وتنامي نظيفه حطيه ساعتين واغسلي البشره عادي. في اي منطقه في الجسم، تحت الابط، في المنطقه الحساسه 100 100، تصبغات، بقع، كلف، نمش، لا نمش لا، لان في ناس كتير بيكتبوا لي على النمش، والنمش حله الامثل اللي هو الليزر، تمام. دي بتشيل الحاجات اللي احنا هدرنا بشرتنا منها مع مرور الوقت في العوامل اليوميه، الميك اب، الكريمات الغير صحيه، الحاجات اللي منتهى الصلاحيه، الكلام ده كله.
المكونات اللي احنا بنعملها دي للبشره اللي هلكت يعني باظت خالص من صنع ايدينا احنا. تمام كده، بتتعمل يوميا طبعا للمنطقه الحساسه كل ساعتين. تمام، تعبانه قوي كسوله قوي، بتتعمل مره قبل النوم، ما فيش مشكله خالص، المهم نلتزم بالتعليمات. والبشره بتتعمل مره في اليوم، مره واحده بس يعني مش كل شويه. تمام، ان شاء الله هتلاقوا نتائج حلوه جدا، البصيله بتاعت الشعر هتقل كتير جدا، لان الخل اكتر حاجه بتقتل فعلا بصيله الشعر. بس انا قلت كل حاجه اهو، يعني عايزه تحطيها في اي حته في جسمك مفيش اي مشكله خالص، تحت الابط ترش برده، تحت الابط لو في اسودات برده 100 100. يا رب يكون النهارده افدتكم وقدمت لكم حاجه مفيده. صحه وخير يا رب، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.